السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في قناتي شهواتكم. وصفة اليوم إن شاء الله غتكون عبارة على الشباكية بالطريقة ديالي، كتجي رائعة البنات لذيذة، وغنقدمها لكم كيف العادة بطريقة مبسطة باش تنجح معكم. اليوم غنقدمها لكم يعني الشباكية باللوز وبجنجلان. تقدروا تاخذوا هذه الكمية الكاملة البنات زنجلان، وتقدروا ديروا كيف ما درت انا، النصف ديالها لوز والنصف ديالها جنجلان. اليوم غادي نخدم معكم نص عجنه. نص عجنه عندي انا ما كنحسبهاش بالدقيق، لانني كندير الدقيق حسب الخليط، كنحسبها بالزنجلان اللي درت اولا باللوز وبجنجلان. يعني الا درت رابعه ديال زنجلان اولا رابعه مخلطه ما بين لوز وزنجلان، راه هي كتعني العجنه عندي انا. هنا البنات درت نص رابعه مخلطه ما بين اللوز وجنجلان، يعني 125 غرام، النص ديالها لوز والنص ديالها جنجلان. جنجلان عندي هنا مطحون كيف ما كتلاحظوا مزيان، واللوز كذلك مطحون مزيان. طحنوا هاد العناصر مزيان البنات، انا ما كنحمرهمش، غير كنشد مقله وكنسخنهم غير واحد شويه، غير كندفيهم وكنطحنهم باش يطحنوا ليا مزيان. عندي هنا نص معلقه صغيره ما عمرهاش ديال الملح، نص خماره ديال الحلوه، معلقة صغيرة عامرة ديال النافع اللي مطحون ومغربل مزيان كيف ما كتلاحظوا معايا، معلقة صغيرة ديال القرفة، من الأحسن تكون بلدية وجديدة حتى هي مغربلة مزيان. عندي هنايا ضويمة ديال الزعفران، عندي شوية ديال المسكة الحرة اللي دقيتها، هنا غير المسكة الحرة بوحدها مدقوقة، كتلاحظوا الكمية غير شوية. عندي البنات هنا حبة ديال البيض، عندي كأس إلا ربع من ماء دافئ، كأس إلا ربع من ماء الزهر، كأس إلا ربع من الزبدة المذابة. ناخدو البنات الزبدة اللي تكون من نوعية جيدة، الزبدة ديال الأكل هي اللي كنخدم بها، نخليوها حتى تدفى عاد نخدمو بها، ما نخدموش بها سخونة. عندي كأس إلا ربع مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت نباتية، عندي ربع كأس من الخل، وعندنا دقيق حسب الخليط. مهم حتى نجمع الخليط ديالي ونقول لكم شحال خدات لي ديال الدقيق. وغادي تلقاو هاد المقادير كامله البنات مكتوبه في صندوق الوصف اسفل هاد الفيديو. على بركه الله غادي نبداو في الطريقه. غادي ناخذ هاد الضويمه ديال الزعفران وغادي نحكها هكا في الحكاكه. غادي نضيف المكونات الاخرى، تقدروا تضيفوا غير اصفر البيض وتقدروا تضيفوا البيضه كامله. غادي نضيف الماء الدافئ، زيت الزيتون مع زيت المائده او الزيت النباتيه، الزبده المذابه. المهم البنات هذه هي الطريقه ديالي في الخدمه، انا كنضيف السوائل هما الاولى مع بقيه العناصر، والدقيق كنخليه هو الاخر. نضيف ماء الزهر، نضيف الخل، صافي البنات غادي نخلط هاد العناصر كلها مزيان حتى تندمج ليا. صافي البنات بعد ما خلطت العناصر كلها مزيان، دابا غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه، وانا كنجمع العجين ديالي ديال الشباكيه سنحصلوا على عجين الشباكيه اللي يكون قاصح شويه وما يكونش رطب البنات بزاف، باش تجينا الشباكيه ديالنا هشيشه. المهم انتم غادي تشوفوا معايا ملي غادي نجمع الشباكيه القوام ديالها كيفاش غادي يكون. صافي كيف كتلاحظوا البنات بعد ما جمعت الشباكيه ديالي كندلكها واحد شويه، غير شويه البنات، ماشي كندلكوها دليك الخبز هكا حتى كنقطعوا العجينه، يعني حتى كنجروا العجينه، لا
كنتكوا غير هكا كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للدقيق البنات انا راه خدات ليا 750 غرام ديال الدقيق، تقدر تاخذ معكم اقل من هذه الكميه اولا اكثر بشويه على حسب الدقيق ديالكم النوعيه ديالو كيفاش دايره، واش كيشرب السوائل بزاف اولا غير شويه. صافي انا غادي نكمل ندلكها هكا واحد شويه ونتلاقاو. صافي البنات بعد ما دلكت العجين ديالي غادي نقسمو هكا الاجزاء. البنات بالنسبه للعجين ما يكونش رطب بزاف وما يكونش قاصح بزاف، الا درناه رطب بزاف غتجينا الشباكيه ديالنا قاصحه، والا درناه قاصح بزاف راه غادي تجينا الشباكيه ديالنا هشيشه بزاف وتبدا تهرس لينا في القليان وفي التعسير. غادي نقسم العجين ديالي الاجزاء بهذا الشكل. صافي وغنديرهم هكا على شكل هكا دي بودان صغار. صافي البنات غادي نوضعهم هكا في اكياس بلاستيكيه وغادي نخليهم يرتاحوا تقريبا واحد نص ساعه ونتلاقاو باش نكملوا باقي التحضيرات. صافي البنات بعد ما ارتاح لي العجين غادي دابا نخدمو. غادي ناخذ القطعه الاولى تلاحظوا نبسطها هكا، نعطيها غير شويه ديال العرض نبسطها بهذا الشكل ونطويها هكا، نقلب هاد الجهه ونطويها على هاد الشكل. صافي كمرحله اولى غادي ندير العجينه ديالي كامله بحال هكا ونرجعها كيس البلاستيك بهذا الشكل، يعني هكا كتجينا ساهله لانني انا غنستعمل الوراقه وما كتخليش لينا بزاف ديال لي شوت اولا بقايا العجين على هذا الشكل. وكنقلبها هكا هذه الطريقه زوينه بزاف البنات، يعني بحال الطريقه ديال الباط فريتي كنديروا لها الفريتاج كتعطينا شباكيه مجعبه زوينه. بعد ما كملت العجين كامل يا اما تخليوه يرتاح يا اما دوزوه مباشره تخدموه. انا غادي نبدا مباشره نخدمو، غادي نوريكم بعدا آلة التوريق اللي غنخدم بها. البنات هذه هي آلة التوريق ديالي كيف ما كتلاحظوا، عندي هذيك لا مارك امبيريا، عندي فيها الرقم من 6 حتى لواحد. 6 هو اللي كيعطيني الفتحه غليظه يعني كيعطيني العجين غليظ، والواحد هو اللي كيعطيني الفتحه رقيقه. انا كنخدم العجين ديالي في الرقم 6، كنعاود نخدمو في الرقم 4 وكنعاود نخدمو في الرقم 2. الرقم 2 هو اللي كنحبس فيه، هو اللي كيعطيني الرق اللي بغيت، كيعطيني عجين رقيق وكنحصل على شباكيه رقيقه. اللي بغى يخدم يعني في الرقم 3 كيخدم فيه، ولكن انا كنفضل الرقم 2 كتجي به شباكيه زوينه. وما تقيدوش البنات بهاد الارقام اللي قلت لكم، يعني حيت كل آلة ديال التوريق كيفاش دايره، كاين اللي عندها العكس من الواحد حتى لستة، الواحد هو اللي كيعطينا الفتحه غليظه، وكاين اللي عندها ارقام يعني لا علاقه بهذا الشيء اللي قلت لكم. يعني كل سيده وتشوف كيفاش غتخدم، وبامكانكم تستعملوا غير الدلاك بطبيعه الحال، ما تستعملوش آلة التوريق، اللي بغى يستعمل غير الدلاك راه كيستعملوا. على بركه الله غادي نبداو في الطريقه. غادي ناخذ القطعه الاولى من العجين غادي نعطيها هكا غير شويه في الطول وفي العرض، وغادي نقسمها البنات على 3، الا كانت صغيره قسموها على 2 مهم نبداو نشوفو. نعطيها شويه العرض وغادي نسرح هذا المدلك هكا طوليا. نحطها هنا وندير نفس الطريقه بالنسبه لهاد القطعه وهاد القطعه. دا
دابا غادي ندوز باش ندوزهم في الوراقه. غادي ندوزهم في الرقم 6 البنات كيف ما قلت لكم، ندوزهم بثلاثه مره واحده باش نسهل عليا الخدمه، ونحطهم هنا حدايا. نعود ندوزهم في الرقم 4، هذا 6 5 4 ندوزهم في الرقم 2، صافي هو اللي قبل الاخير عندي انا، هو اللي عليه صافي. غادي نشبك ونحطهم في البلاصه اللي غادي ندوز فيهم الجراره ان شاء الله. صافي البنات، دابا غادي ندوز باش نشكل الشباكيه ديالي. انا كنستعمل هاد الجراره هادي كيف ما كتلاحظوا، هادي راه تهرست ليا يعني من داك العام وانا كنخدم بها، تلقاوني نيت قلتها لكم في شي فيديوهات سابقه. كناخذ هادي، تقدروا تخدموا بها بحال هكا، هادي تخدموها كدوزوها على العجين ديالكم، انما كتجيني انا هادي افضل اللي تهرست ليا لانني كنورك عليها مزيان، كتعطيني تقطيعات مزيانين حسن من الاخرى. الا خدمت بها كنعاود وراها بالجراره، وهاد الجراره البنات كتعطينا شباكيه مقاده يعني وحده قد الاخرى، يعني ما كتعطيناش احجام مختلفه، كتعجبني بزاف، كتجي الشباكيه بها زوينه. دابا ندوزو الشباك البنات، غنوريكم طريقه سهله في الشباكيه اللي كنخدم بها. المهم غادي ناخذ القطعه اللي غادي نخدمها من ورا هاد القطعه الاولى، غنحلها هكا وغنوضع فيها هاد الزوائد بهاد الشكل. هانتوما كنهز هاد الزوائد اللي عندي ونضعهم هنا باش يتخدموا مع الكره الثانيه، وما يبقاوش ليا البنات يعني قطع العجين اولا لي شيت ديال العجين بزاف في الاخر، كنلقاو راسنا سالينا وما خليناش بزاف ديال لي شيت، كتبقى لينا غير ديال القطعه الاخيره فقط. صافي من بعد ما جمعتها هكا غادي نعاود نردها هكا وردها في الكيس بلاستيك. دابا غادي ندوزو البنات نشبكو. عندنا القطعه ديالنا البنات فيها 5، 1 2 3 4 5 ديال لي بوند. ديما انا كنهز واحد وكنطلق واحد، يعني كنهز الاول الثاني كيهبط لتحت، هذا الاول كنديرو تحت، الثالث كنخلي الرابع يهبط لتحت، وهذا الخامس كنحطو فوق الثاني هكا، كنقاد هذه القناه هكا. هاد الجوج كيجيوني فوق بعضياتهم اوتوماتيكوم، وهانتوما كيف ما كيبانوا لكم ملي كنشد الشباكيه ديالي من هنا كنلقى هاد القنيتات ها هما معزولين، كنورك عليهم بهاد الشكل، كنقلب الشباكيه ديالي فوق سطح العمل وكنبرك على هاد القنيتات، كنحاول نحلها هكا من الوسط. وهانتوما كتلاحظوا الشبيكه كيفاش كتجي سهله، كتجي منظمه وزوينه. نعود معكم البنات واحده اخرى، هانتوما كنهز الاولى كنهضر على لي بوند، كنخلي الثانيه تهبط لتحت، هاد الاولى كنحطها تحت الثالثه بهذا الشكل، كنخلي الرابعه تهبط لتحت، وهاد الخامسه كنقلبها هكا على ديك الثانيه على الثالثه عفوا الاولى. ملي كنقلبها هاد الجوج كيجيو فوق بعضياتهم، وكندور يدي هكا كنلقى هاد جوج قنيتات هادو ها هما كيبانوا لنا معزولين، نوركو عليهم مزيان البنات باش ما يتحلوش لنا في القلي. وصافي كنقلب الشباكيه ديالي فوق سطح العمل غير باش نقاد لي هاد القنيتات، كنقرص هاد القنيتات، وها الشباكيه ديالي واجده. نتمنى
صافي البنات، ساليت الشباكيه ديالي في الشباك كيف ما كتلاحظوا، ها هي عن قرب. صافي هاد الكونتي التقليله البنات، يعني تقدروا تزربوا عليها دغيا. كتلاحظوا خرجت ليا هاد الطاوه وهاد الطاوه وهاد الشويه، ها هو درتو هنايا. صافي البنات، بعد ما ساليت تقدروا طيبوها دابا اولا تقليوها دابا كيف ما تقدروا، تخليوها حتى تنشف شويه، ومن الاحسن خليوها حتى تنشف شويه عاد باش تقليوها. كيف ما تقدروا تخليوها يعني تبيتوها حتى الغدا في الصباح ان شاء الله وتقليوها، يعني لكم الاختيار. جربت كاع الطرق كتجي بهم زوينه، مع ما نقليتها مباشره كنشبكها هكا كنخليها بين ما غسلت المواعين وحيدت الروينه اللي عندي ولا عندي شي حاجه اخرى نقضيها، بين ما نشفت شويه وكنقليها. ومرات اخرى يعني خليتها بيتها حتى الغد ليه في الصباح عاد باش كنقليها وكتجي كذلك زوينه. نتلاقاو ملي نبغي نقليها ان شاء الله. الناس غندوزو دابا نبداو نقليو الشباكيه ديالنا، كتلاحظوا كتنشف واحد شويه هكا كتشمع. صافي دابا ندوزو نبداو نقليوها. انا هنا دايره الزيت كيسخن، هنا موجده العسل ديالي كيف ما كتلاحظوا، يعني سبق لي قدمته لكم في القناه، كيكون ثقيل زوين، كيجي في المعسلات رائع بزاف البنات، وكذلك المذاق ديالو كيجي لذيذ. وجدت هنايا زنجلان محمر، عندي هنا يعني شبيكات اولا كسكاس اللي بغيتو خدمو بيه. عندي هنا كسكاس اللي غادي نحط فيه الشباكيه ونزينها ولا نرشها عفوا باللوز وبالزنجلان. عندي هنا اللوز اللي مقلي ومحمر ومهرمش، وعندي هنايا الكسكاس فاش غادي نصفي الشباكيه من العسل. صافي المهم وجدت كلشي حدايا، صافي نتسنى غير الزيت يسخن ونبداو نقليو ان شاء الله. صافي البنات، بعد ما سخن لي الزيت كنقص العافيه، يعني كنديرها مهيله بالشباكيه ديالي طبعا على خاطرها والزيت يكون سخون. صافي وغنبدا نرمي هكا الشباكيه ديالي. صافي البنات، كنخلي الشباكيه ديالي كنحاول نديرهم كاملين على نفس الوجه، يعني على الوجه اللي كانوا محطوطين عليه في اللاطه. صافي وكنخليهم هكا حتى يتحمروا على خاطرهم. ملي نقلبها وتبان ليا تحمرات من التحت كنقلبها باش تحمر من الوجه الاخر، نعطيوها هذاك اللون الذهبي، ما نحمروهاش بزاف عاوتاني لانها مازال غادي يغمق ليها اللون ديالها مع العسل. صافي انا غادي نبقى هكا مع الشباكيه ديالي حتى تبان ليا تحمرات من التحت كيف ما قلت لكم، ونقلبها وديك الساعه نخليها تحمر من الوجه الاخر ونحيدها ونديرها مباشره في العسل. هانتوما تابعوا معايا. صافي البنات، القليه الثانيه قربت طيب ليا، ونبدا نهز هكا الشباكيه. اما ديروا جوج اواني ديال العسل باش تخليوها مازال هذه في العسل وتلقاو فين تحطوا القليه الثانيه، اولا تزيدوها عليها نيت، يعني على حسب الرغبه ديالكم والطريقه كيفاش كتبغوا تخدموا. صافي بارك عليها، راها شربت العسل مزيان. صافي غادي نبدا نصفي ونحط هنا هذا الكسكاس. صافي البنات، القليه الاولى ها هي يعني كتكثر القليه الثانيه. دائما البنات صيبوا العسل ديالكم يعني بمده قبل ما هكا تعسلوا به المعسلات ديالكم، باش يلاه تشوفوا العسل ديالكم كيفاش جا، باش ما يحشمكمش في الشباكيه ديالكم اولا البريوات اولا اي معسلات. دائما صيبوه بمده قبل ما هكا قبل ما تستعملوا. صافي انا غادي نكمل البنات بنفس الطريقه، غندوز نكمل القلي ونتلاقاو من بعد. فالبنات غادي نهز الشباكيه ديالي، كتلاحظوا البنات كيفاش كتجي، ها هي مازال ما مزينه ما والو، كتبقى محافظه على التشبيكه ديالها، كتجي زوينه بزاف. غير قرصوا هذوك الجنيبات اللي قلت لكم، قرصوهم مزيان من التحت باش تبقى محافظه لكم على التشبيكه ديالها.
صافي. وغادي نزينها البنات، غادي ندير غير شويه ديال الجنجلان باش ندير اللوز. هانتوما البنات الشباكيه كيف كتجي. صافي كملت، هذه هي الكميه اللي عطاتني يعني هاد العجنه اللي درنا. هنا خليت هادو بلا ما رشيتهم باش تشوفوا التشبيكه كيف كتبقى. هانتوما تبقى مقاده صافي، حتى هما غادي نزين. وخليت هاد الحبات غير باش يبانوا ليكم. البنات كيكون هذا هو الشكل النهائي لوصفتنا اليوم، الشباكيه بزنجلان واللوز. كتلاحظوا كيفاش كيجي الشكل ديالها، كيجي المنظر ديالها زوين. كذلك المذاق البنات كيجي هائل، كتجي هشيشه وكتذوب في الفم. نتمنى ان وصفه اليوم تنال اعجابكم وتجربوها ان شاء الله. كتلاحظوا كيف كتبقى التشبيكه ديالها، يعني ما كتخسرش، غير تبعوا كاع المراحل اللي وريتكم ان شاء الله تنجح معكم حتى نتوما الشباكيه ديالكم. البنات غنحل معكم هاد الشباكيه باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل وكيفاش كتجي الشيشه هانتوما دغيا كتهرس، وكيفاش كتجي العسل الشارب فيها كيف ما كتلاحظوا مجعبه من الداخل. غير جربوها البنات، ما غاديش تندموا عليها ان شاء الله. ونتمنى يا ربي انها تعجبكم. هانتوما كيف كتلاحظوا الشاربه العسل من الداخل. ومجعبه كيف ما كتلاحظوا معايا هانتوما. والقد ديالها البنات راها يعني كتجي صغيره، كتلاحظوا انا هازاها في يدي قداش كتبان لكم. يعني غير التبصيل انا غديرها صغير، هاد التبصيل راه ماشي كبير، غير صغير. كتجي ما صغيراش بزاف وما كبيراش بزاف، هي هذيك في الحجم ديالها. غنخلي لكم واحد جوج روابط ديال العسل بجوج طرق، في طنجرة الضغط وبدون طنجرة الضغط. بجوج بهم كيجي زوين، راني استعملتهم يعني بجوج بهم استعملتهم في البريوات وفي الشباكية كيف ما غادي تلاحظوا معايا في القناة. يعني وراهم بجوجهم كيجيو في نفس الجودة وفي نفس اللون وفي نفس المذاق، لأننا دايرين فيهم نفس المكونات. غادي نخلي لكم كذلك البنات في صندوق الوصف فيديو غنشرح لكم فيه التشباك يعني بالتفصيل، لانني ما طرقتش ليه بالتفصيل في هذا الفيديو ديال الشباكيه باش ما يجيكمش الفيديو طويل. ما نكثرش عليكم قوه الهضره. الى عجبكم الفيديو اليوم وكيف العاده ما تنساوش تخليوا ليه لايك وتشتركوا بالقناه اللي مازال ما اشترك بها باش توصلوا بجديد الوصفات وجديد الفيديوهات. والى اللقاء مع فيديو جديد ووصفه جديده، مع السلامه.